مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة الرباط في الموضوع لعدد كبير من المغاربة تبعوا معهد الشابات المغتصبات نواحي سالة. معي نجاة واحدة من الضحايا اللي هناك بعض المستجدات جديدة في الموضوع، وكذلك واحد من المعتقلين اللي في الملف ديالهم تحكم بخمس سنوات. تبعوا معايا. كي دايره نجاة؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. رمضان كريم لك علينا وعليك اخويا، ورمضان كريم على جميع المسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. عاودي ليا فين وصلت الامور. المهم اخويا، فين وصلت الامور مؤخرا تاع الملف على الجلسات؟ يعني بدون يعلمنا باقي الناس ما حضروش، دوك الناس اللي خاصهم يجيبوا لا مول الفيرما، لا ديك العصابه اللي مكونه من 17 واحد، لا دوك الجيران تاع الملف على الجلسات. صافي مني جينا حنا شدينا واحد المحامي، قال لك داك المحامي ضروري خاصكم تحضروا، حضرنا في الجلسه عيطوا لنا بالاسماء ديالنا، نضنا صافي اجلوا عاوتاني الجلسه. من اجلوا الجلسه مشيت انا تنقلب على داك الخامس اللي شادين معاهم، تلقاو تيقول لك انه بقى عند قاضي التحقيق الغرفه 6. مني مشيت الغرفه 6 تنسول وقتاش تكون هاد الجلسه هادي عنده، لقيت بان قالوا لي 14 في شهر 10 2021. نهار 14 في شهر 10 2021 جيت انا والوالده جاو البنات، جينا للمحكمه. مني جينا للمحكمه تنصينو في الغرفه ديال القاضي التحقيق في الباب، خرج عندي البوليسي عطيته الورقه باش يشوف ليا ولا كارت. دخل شاف قال لي هذا بنتي راه دايز في الغرفه 4 والملف ديالو راه تحل على الجلسات نهار 6 في شهر 8 2021. هاد السيد هذا جابو دابا الجلسة تيزو تأخر، تحكم دابا بخمس سنوات، والجرائم المتابع بها افتضاد البكرة، هتك العرض، محاولة القتل العمد، إعاقة دائمة، اغتصاب فردي، اغتصاب جماعي، تكوين عصابة إجرامية، تجارة في المخدرات، السرقة المنصوفة، وزيد. يعني جرائم بزاف اللي متابع بها من عند قاضي التحقيق. هاد السيد هذا تحكم بخمس سنوات نافذة متابع بها ماشي ديالو هاد الحكم. شحال هما عدد المعتقلين دابا اللي مشدود؟ دابا اللي مشدودين 5. وتحكم فيهم الاول؟ تحكم واحد اللي تحكم، واحد هو اللي تحكم، اللي عازلين الملف ديالو بوحده هو اللي تحكم. علاش تعزل؟ هذا قاصر ولا شنو؟ تيقولوا هما قاصر، زيد في 2002 في شهر 12 فيه 18، هما تيقولوا قاصر. اما هو راه مني تشد عنده 18 سنة، يعني عنده 18 سنة، إلا جيتي تحسبها في 2020 راه عنده 18 سنة. دابا حاليا فين وصلت الأمور من بعد الحكم الأول؟ باقي الأطراف الأخرى وصلت أخويا حتى حاجة؟ دابا مؤخرا عطينا المحامين ديالنا باش يجيب لنا دوك الناس اللي مازال ما جاو، يعني هو راه دفع لهم هنايا النيابة العامة باش غادي يقوموا بالواجب ديالهم. باقي تنسينو دابا، اليوم كانت عندنا الجلسة ما جاتش الوالده يلا دايره واحد العمليه صغيره، خديجه مريضه، البنات عيانين تسعاد وما جاوش. جيت انا دابا تنبحث على واحد الملف، داك الملف اللي باقي غابر هنايا، داك الملف ما لقيتوش، راه باقي دابا النيابه العامه كتابه الضبط، راه عطاني شنو غادي ندير باش ندير شكايه وندفعها هنايا باش هما يقوموا بالواجب. اختي الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، سوف نحاول ان شاء الله ربط الاتصال بالمحامي ديال الشابات من اجل استفسار على مجموعة من النقط في الموضوع. هي عطتنا مجموعة من الإشارات، عطتنا الحكم ديال أحد الأطراف خمس سنوات، غادي نشوفوا مع المحامي الشيق القانوني وكذلك كيفاش وصل الملف من الأول ديالو للآن. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.